صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 37 لسنه 2022 بشان استبدال عضو في اللجنه الاستشاريه للاطار الوطني للمؤهلات بهيئه جوده التعليم والتدريب جاء فيه يستبدل السيد احمد عبد الله عبد الرحيم بالسيد ياسر عبد الرحيم العباسي كعضو عن القطاع الخاص في عضويه اللجنه الاستشاريه للاطار الوطني للم المؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه.